وش اللي تساوي؟ أنا ما أساوي شيء، أتسلى أتسلى. تخفي عن رفيق دربك؟ أعذرني يا أبو وطفة، أعذرني. لا معذرك، والحين لزوم تعلمني باللي تخفيه عني. والله هو محمد رسول الله، إني ما أترك الديرة إلا غصب عني، الديرة اللي أحبها واللي بيها أهلي وربعي واللي عشت بيها طول عمري. يعني نويت ترحل عنا؟ أهو بيدي، غصب عني يا أبو وطفة، غصب عني. والسبب؟ ما أقدر أزوج بنتي العفاش، ظليت هان أسود وجهك وجه الشيخ رفعان، وهذا ما أقبله أبد. حنا ما نقبل ترحل عنا، وانت غالي على قلوبنا، ما نريد نخسرك. أدري أدري، لكن بنتي مريضة ما تريد تزوج من عفاش، هي ليها ظروفها وأنا بعد لي ظروفي. أنت عرضت على بنية الزواج من عفاش؟ إيه عرضت عليها وهي رفضت، قالت الموت عليها أهون من أن تزوج عفاش.